الشخشوخة والرشتة هي من أبرز الأطباق التقليدية التي اعتادت العائلات تحضيرها للاحتفال بعاشوراء، لكن هذا الموسم اختلف عن سابقه بسبب ارتفاع الأسعار. نديروا بالك رشتة ونشوفوا القرعة هي تطلع، اللفتة هي ما فيها والو هي تطلع. هذا بليك ويسختي أول دجاجة هي ولات 100,000 10 سقام لك هكذاك، ما شو نقولوش دوكا تفوت 200,000 300,000 400. شخشوخة العام اللي كدير 10,000 ولا يحسبوها لنا ب 15,000، زادونا 5,000 في الباكي اختي. كنا 100 فيها 10,000 13,000، دوكا زادونا دوكا ولا يحسبوها لنا ب 15,000. دوك 20,000 اختي. شخشوخة الرشا دارت 15,000، اللي كانت دير 10,000 ولا دير 15,000، ولا يحسبوها لنا ب 12,000. دوكا 15,000 يدير عندي. أسعار الخضار والدجاج هي الأخرى ارتفعت تزامناً مع هذه المناسبة، والبيع اقتصر على الأجزاء بدلاً من الكيلوغرام الواحد الذي بلغ 450 دينار جزائري. البري ولاو بزاف غاليين، البري بزاف غاليين طيب، وعشرة ما يبروفيتو يطلعوا الأسعار بسي نورمال، والناس طيب في عشرة تشتوخة شربة واحد وش يدير. في الجاج دي طي اليوم يدير دي طي يدير يبيعوا 44-45، دي كويس يطيحوا على حسب الميزان، يطيحوا 15,000 16,000 حتى 20,000 لواحد. الجاج شوية غالي، بكري كان يمشي الجاج كومبلي كان رخيص، برك رانا نقطعوه يمشيو لي كويس، الناس راهي تمشي قيس. ارتفاع الأسعار تزامنا مع المناسبات الدينية ظاهرة تحرم المواطن البسيط من الاحتفال بها رفقة أفراد العائلة.